الملاحدة من الإلحاد، والإلحاد أصل كلمته وأصل المادة من لحدة، وأصل لحدة من الميل، من الميل. عشان كده اللي بيحفروه في القبر بيسموه شنو؟ ود اللحد. ليه؟ لأنه بيكون مايل في القبر. والإلحاد هو كل ضلال في الدين، يعني ما يعنى به بس يا جماعة إنكار وجود الخالق فقط، إنما أي ضلال في الدين هو إلحاد، ولكن يتفاوت الإلحاد من أصغره إلى أكبره. وأكبر الإلحاد وأكبر الكفر على الإطلاق هو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أحد من البشرية ينكر وجود الله من قلبه، وإنما الذين يلحدون وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى إنما ينكرون ذلك جحودا مع إيقان واستيقان قلوبهم بوجود الله. عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقبيل ربنا قبل ما أول ما خلقنا في أمثال الذر، أول ما خلق آدم مسح الله على ظهره فخرجت ذريته كأمثال الذر كما في الحديث النبوي. ثم أشهدهم على أنفسكم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وكما جاء في القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كانوا كأمثال النمل، يعني كلنا نحن ويتو والشيوعيين والجمهورين وناس نقد فرعون كلهم طلعوا زي النمل صغار. ربنا أشهدهم وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني حتى الناس الليلة العاملين فيها بينكر وجود الله من الملاحدة والشيوعيين دي القبيل، ربنا قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إنما الآن بينكر وجود الله جحودا واستكبارا وتكبرا على الله سبحانه وتعالى، لكن من جوا قلوبهم عارفين إنه في الله وإنه ربنا الخالق دم عارفينه تمام، لكنهم كذابين ومجرمين.